السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. بداية وقبل كل شيء، يجب علينا أن نذكر اسم الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القصة تبعتنا اليوم دارت بداية التسعينات تقريبا، وتحديدا في عام 1992، وكان صاحب هالقصة ببلغ وقتها 6 سنوات. كان بعيش مع أسرته العادية، وكان له أخ توأم، وكانوا بيعيشوا حياة طبيعية كأي أخوين بأسرة. وفي أوقات من الصفو، أوقات تسود المشاحنات، وكان في أوقات عادية ما بتنتهي ببعض الإصابات البسيطة، أطفال كخدش أو كدمة. إلا أنه في أحد الأيام إجت الجدة للزيارة، ومن هون بدأ شيء من التغيير. بقول صاحب القصة، وصلت جدتي للمنزل وصارت تشكو من هالمنزل اللي إحنا ساكنين فيه، وكانت تشعر إنه في إشي مش طبيعي بخص هالمنزل. فجدتي كانت من الناس اللي بيمتلكوا قدرة عالية على الاستشعار باللي بيدور حواليهم، من اللي إحنا ما بنشعر فيه أصلاً. وكانت تقول لأبوي إنها بتسمع أصوات وخطوات ثقيلة داخل الغرف الفارغة، كما إنها بتسمع كما لو أنه كان في مين بخدش الحيط. حتى أنها كانت تستيقظ من نومها لما تقوم بعض الأيادي الشريرة بشد شعرها والإمساك بإيدها أو أرجلها لما تكون نايمة. كانت دائما ما تطلب من والدي إنه يبيع هالمنزل، وإلا أصابتنا اللعنة واستمرت تلاحقنا على طول. وكان أبي، يعني أبوي، بيشعر بالضيق من هالكلمات، وبشوف إنها كبرت وخرفت. بقول صاحب القصة، قررت جدة الرحيل لما ما كانت تلاقي حدا يسمع لها، وجمعت ملابسها واستعدت للرحيل. ولما وصلت لباب المنزل توقفت ونظرت لنا، نظرت علينا يعني، وقالت بنبرة مملوءة بالحزن والعزم: احتاطوا لأنفسكم وصلوا، وكونوا قريبين من الله عز وجل، فلا في إشي أبدا بحميكم غير من أكثر من الصلاة وقربكم من رب العالمين. بقول صاحب القصة، صرنا نسخر من هالكلام كل يوم، وضحكنا على اللي كانت تقوله جدتي. ومر أول أسبوعين من رحيلها وإحنا نتذكر اللي قالت له جدتي، فكنا نسخر من الشياطين اللي حكت عنها، ونسهر ونستفزها ممكن إنها تظهر. اتذكرنا كلام جدتي إنه الشيطان يمكن إنه يتمثل بقطة الجيران، فجبنا قطة الجيران وضربناها وكنا نستمتع بهالإشي أنا وأخوي. استمرت الحياة بشكل طبيعي لحتى مر حوالي شهرين، وهون بدأت تراودنا الكوابيس والأحلام المزعجة أنا وأخوي التوأم بشكل متقطع، ولكنها كثيرة، وكانت الكوابيس مخيفة جدا حتى الرعب. وكنت بحلم أنا وأخي بنفس الكوابيس وبأدق التفاصيل. الساعة 11 بالليل بأحد الليالي، كنت أنا وأخوي بغرفتنا، وكان الظلام عم بحيط بكل شيء، وعلى أضواء الكشاف كنت أقرأ على مكتبي وأخي نائم. وبعد ساعة تقريبا طفيت الكشاف ورحت للنوم، ومع بعض الوقت استيقظ أخوي وانتقل من سريره حتى ينام بجنبي وهو عم يرتعش. كان يرتعش بشدة، وبدأت أسمع صوت الأرضية كما لأنه واحد عم بيصرخ، وبدأت أطمن أخوي أنه لا يخاف.
فما في إشي أبدا، إلا أنه كان يرتعش. فسألته شو اللي صار، فاقترب مني وهمس بصوت مرتعب قال احلمت بأقزام أشرار كانوا بدهم يحاولوا يخطفوني عن طريق حفر الأنفاق تحت المنزل، كما أنه كانت أشكالهم وابتسامتهم مخيفة جدا. فأني ابتسمت محاولا أني أطمنه، بس أني كنت خايف أكثر منه لأني كنت شايف قبل فترة نفس الكابوس بالضبط. سمعنا صوت أبوي وهو يخرج من غرفته ومشى حتى وصل على باب غرفتنا ووقف بقول شعرت بالأمان وقتها والراحة، فأخرجنا روسنا من أسفل الغطاء بانتظار دخول أبوي، إلا أننا تذكرنا أنه أبوي وأمي بعدهم بالشغل وما في حدا غيرنا بالبيت. أصابنا الرعب وهون سمعنا صوت خشن مش طبيعي، ما المستحيل يكون صوت إنسان طبيعي جاي من ركن الغرفة المظلم. بقول هذا بعده صاحي المفروض يكون نايم. فجأة تم سحب أخوي من جواري وشفت جسده عم بيطير خارج الغرفة وهو يصرخ بطلب مني النجدة وهو مرتعب، بس كنت بغاية الرعب ودفنت نفسي أسفل الغطاء وما كنت أجرأ أبدا على فعل أي شيء أو التحرك. بقول ما كنتش أستطيع تحديد كم كان الوقت اللي مر بعدها، ظليت مكاني مثل المشلول من شدة الرعب اللي كنت بشعر به، وأني أبكي بشدة ودموعي عم تنهمر. وبعد فترة استطعت استجماع قوتي، بعض من قوتي وبعض من شجاعتي، واستطعت إني أقوم من سريري ووصل أهلي بعديها وسمعت أصواتهم، إلا أنني لما وقفت خارج غطائي اتجمدت بمكاني، اتغير حجم الغرفة وتقلص للنص واختفى من الغرفة كل شيء عم بيخص أخوي، السرير، ألعابه، صوره، ملابسه، كل شيء له علاقة بأخوي اختفى. ركبت خارج الغرفة وأني مرعوب وأبكي ناحية أبوي وأمي، ووجهي امتلأ بالدموع وجسمي بارد وكنت برتعش بشكل مش طبيعي، وأني بأصرخ وأخبرهم إني خائف وإنه أخوي تم اختطافه. وتفاجأت بملامح وجه أبوي وملامح وجه أمي إنهم مندهشين دهشة غريبة، وهم بيقولوا لي إنه ما في لك أخوة وأنت وحيد أصلا من صغرك. هون أهلي أصابهم القلق على حالتي فأخذوني على طبيب نفسي، وكنت أتابع مع الطبيب 4 أيام بالأسبوع، واستمر هالحال لمدة 20 سنة كنت عم بزور الطبيب طول هالمدة، حتى اضطررت للتظاهر بالتحسن وأخبرتهم إنه بالفعل إنه أنا طفل وحيد منذ صغري، إلا أنني ما زلت متأكد إنه كان إلي أخ توأم. وتأكدت من هالإشي لما شاهدت صورة إلي وإلو ونسيوا أهلي إنهم يشيلوها مثل باقي الأغراض تبعته. بقول صاحب القصة أنا اليوم بعيش وحدي، وبعد ما شاهدت الصورة بدأت أسمع أصوات الخطوات بالمنزل. وبدي أقول لكم على هالقصة تبعتي حتى إذا صار إلي إشي يكون عندكم علم. سلام عليكم.